صباح الخير عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ توحشكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نشطانين فرحانين مضخمين. الفيديو ديال اليوم غنجاوب على التساؤلات ديالكم بالنسبه للفيديو اللي قبل حول الشعر والتساقط ديالو. بزاف ديال الاسئله اللي كانت غامضه بالنسبه لكم غنجاوب عليها، وغتكون ان شاء الله مفيده لكم كاملين بكم. المهم البنات، نزلت لكم واحد البوست في المنتدى، اللي باقا ما شافتوش بغيت تشوفوا وتضيف الاسئله ديالها، حيت غنجاوب الاسئله ديالكم كامله في هذا الفيديو هذا والفيديو اللي موراه. الفيديو الثالث ان شاء الله غيكون جاوا اسئله اللي هي تعريفيه عليا، السن ديالي، واي اسئله سقسيتوها ليا في المنتدى راني غنجاوب عليكم كاملين بكم. المهم البنات، فقت من الناس انا الاوليه قبل من وليداتي. هنايا جيت شعلت التلفازه كتعطيني داك الدفء، داك المنظر كيعطيني الدفء. لبست البينوار ديالي لان كيكون البرد البنات. هذا البينوار شحال كيعجبني، شريته الصراحه وتغرمت فيه، ما بقيتش كنحيدو كنصبنو كنرجع. شكون اللي فحالي تكتبها ليا الا شريتو شي حاجه وعجباتكم كتنساو حوايجكم الاخرين. المهم البنات، كما كتشوفوا معايا الغده الدرقيه، شوفوا كيفاش كتطلع وكتبات، شفتوها بانت لكم. الله يشافي كل مريض واي بنت عندها الغده الدرقيه، كنتمنى ربي الحبيب يوقف معاها. هما اللي غاديين يحسوا بالاثار اللي كتسببهم الشعر، كيفاش كيبقى يطيح دفرين. تخيلوا البنات كيبقاو يتقشروا وكيبقاو يطيحوا دفرين، كيبقاو يتقشروا عفوا ما كيبقاوش يطوالوا. هنا راه فيا السخانه البنات، راه ملي كتنفخ ليا الغده الدرقيه قلت لكم شربت وحده وطيح ليا الشعر ديالي. لذلك شاركت معكم داك المحلول اللي قبل، هذاك المحلول المنقذ، يعني في الاوقات اللي كنلقى شعري صافي كنرجع لي. وهنا كنجبد البنات، راه ما نعسش بكري ونقص بكري. المهم بالنسبه للبنات، السؤال اللي غنجاوب عليه ديال البنات اللي قالوا لي هذاك المحلول واش كيحرش الشعر فيفي. البنات انا ديجا عملته في الليل، دابا الصباح شفتوا هاو كيفاش كيصبح الشعر، يعني عملته على الجلده ديال الراس وكيتحادى الشعر معاه، شفتوا راه ما حرش ما والو، بالعكس راه مزيون البنات وكيوقف التساقط. وبالنسبه للضفاره البنات، البنات بزاف اللي شاركت معاهم وصفات ديال الضفار ونجحت معاهم، انا كنت عاد قطعتهم وما كيطوالو، واخا عندي الغده الحمد لله الشعر ديالي كنقدر نعالجو. الاظافر ديالي الحمد لله واخا تيوقع فيهم حتى كسر داكشي مع هادشي اللي كنعمل ليهم، ما كي تعالجوا ليا الحمد لله. الحمد لله والشكر لله، وهادشي اللي كنشاركو معاكم البنات من قلبي، والله على ربي كيعاوني داخليا، كيعاوني ربي الحبيب وكيعطيني واحد المساعده سبحان الله، لان قلبي كنبغي نساعدكم. وبالنسبه كاينين اللي كيبقى يقول لك هادشي بزاف ولا هادي، راه انا كنشارك معاكم داكشي روتيني ديالي، ماشي كنشارك وصف صباح وصفه في العشيه ولا داكشي اللي كنستعملو انا خلال الشهر كنشاركو معاكم. المهم البنات، بالنسبه للبنات اللي قالوا لي في هذا المحلول شحال نخليو، تخليته 15 يوم في الثلاجه. انا اليوم نص في الصباح غادي نعملو هو الاولي، كيف ما شاركت معاكم، يعني متخرجي من الثلاجه. البنات قالوا واش نوضعوه بارد ولا نسخنوه؟ غتسخني، كتاخدي الكميه اللي غتحتاجيها كتسخنيها بحال هكا، غير دفيها ما تكونش كتحرق، لا نزليها دافيه فحال الماء ملي كتكوني تغسلي به شعرك كتستحمليه بحال هكا، تكون دافيه ميله للبروده. المهم البنات كيف ما شفتوا غنعمل الكميه اللي غنحتاجها، غنمشي غنزل على الشعور ديالي. بالنسبه لهذا المحلول انا قلت لكم نزلي تقدري تعملي حتى ثلاثه المرات في النهار، ثلاثه المرات في الاسبوع. قد ما عملتيه مزيان واخا ما تغسليش، انا باقا ما غسلت شعري البنات، رويت لكم فيا السخانه من النهار اللي عملته معاكم دابا شي 3 ايام، دابا باش داز الفيديو اللي قبل من هذا باقا ما غسلتوش وانا كنعاودو، لان شعري كان طاح لي بزاف، قلت لكم شربت واحد الدواء طيح لي شعري بزاف، راكم عارفيني انا مريضه بالغده الدرقيه. المهم بلا ما نعاود لكم داكشي، كيعجبني نشارك معاكم تجارب يعني التفاؤل والايجابيه، واخا تكونوا مرادين تفائلوا بالخير ورا ربي ان شاء الله كلشي كيفوت البنات. المهم انا خذوني دليل حي قدامكم، البنات اللي عندهم الغده هنا غيشاركوا معكم في التعليقات شنو هي الاعراض اللي عندهم. راه كتخرب البشره، كتعطيك كتخرج لك نف، كتخرج الشعر في الوجه، كتنشف لك الجلده ديال وجهك ديال يديك، كتزرق لك الوجه ديالك، كتعمل لك الهالات السوداء، الدفرين ديالك قلت لكم كيبقاو يتقشروا، كتعطيك واحد العياء شديد وسخفه وارتخاء، شعرك كيبقى يطيح بزاف، ما كيبقاش يطوال، كيعجز نهائيا. انا شفتوني ملي كنت كنشرب في الماء راه شفتوها واضحه في العنق ديالي، واضحه والحمد لله. راه هاد الوصفات هما باش انا زايده القدام بيهم، هما باش كنحافظ على الجمال ديالي الحمد لله الطبيعي، وكنشارك معكم هادشي لان قلبي مزيان وكنبغي لكم الخير. ربي داكشي كيجي اوتوماتيكوم هو البنات، راه سبق لي وشاركت لكم، راه اي حاجه كنطلقوها في الكون كتجلب لينا الشبيهه ديالها. انا ملي كنبغي نساعدكم ربي في نفس الوقت كيساعدني، وهادشي اللي كنشاركو معكم راه تجربه سنين اللي انت شحال غتضيعي ديال الوقت ديالك باش غتلقاي هادشي اللي كنشاركو معاك. دونك من الاحسن دوك الناس اللي كيبقاو يشكوا، واحد الوحده بنت وحده واقيله اللي قالت هادشي غير كذوب، ولا جربي اختي انا راه قدامك خير دليل. المهم بالنسبه للسؤال الموالي، البنات قالوا لي دابا البرد داكشي واش لا
تعملوش البخاخ اللي كيجيها البرد في راسها تعمل عليه القطن في حالي رضغيه كينشف. المهم اللي شفتو يعني جلده الراس كيما شفتوها واحد شويه من الطاوله ديال الشعر كيكون كتفزقي بهذا المحلول هذا، من بعد كتمشطي تحكي بشي مشطه، يعني تمشطي تحكي بحال كيوقع واحد كتعملي بحال كتحفزي الدوره الدمويه بديك الحكان غير بالمشط بحال اللي شاركت معكم شفتو قبل، وكتغطي الشعور ديالك. راني غنشارك معكم في الفيديو اللي قبل دابا هذا الفيديو هذا البنات باش ما يجيش طويل، غنشارك معكم هنايا الصباح ومن بعد غنشارك معكم العشيه شنو غادي نعمل لوجهي ديالي باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل وصافي. المهم راه اليوم نيت غنعاود ننزل لكم ان شاء الله الكماله ديال هذا الفيديو ولا في الفيديو اللي قبل. المهم البنات بحال هكا كتغطي الرويز ديالك، يعني من الاحسن تنوضي هكا من الناس لما كنتي لا خارجه لا والو. انا راه غادي نخرج في العشيه كتعملي بحال هكا في الصباح باش ما كتجي تخرجي ولا تي كيكون هو نشف. راه واخا ما تغسليش، انا قلت لك الا كنتي كتغسلي مره في الاسبوع شعرك حتى تغسلي شعرك، كنتي كتغسلي جوج مرات بقاي تعملي شحال ما عملتي ماشي مشكل، المهم ماكسيموم ثلاثه ديال المرات، راه المره الثانيه كيوقف لك التساقط. المهم الحبايب ديالي نتوما شفتو في فيرا يلاه ناضت من الناس كتجبد، دابا غنمشي غنفطر وليداتي راه كيتعطلوا مع دابا الحجر، نهار اثنين ان شاء الله غيدخلوا راني فرحانه يا البنات. غنفطر انا دابا بيد ما هما ناضوا، المهم غادي نفطر انا وديك ساعات غينوضوا غنعاود الفطور ديالي الثاني انتو البنات. المهم من بعد ما فطرت البنات هنا غنشارك معكم البنات اللي قالوا لي في شاركي معنا المنتوجات اللي كتعملي. المهم اليوم غنشارك معكم قليل ديال المنتوجات باش ما يجيش هذا الفيديو طويل، وكاع المنتوجات اللي عندي راه غنشاركها معكم، والحاجه اللي نفعتني نقول لكم شريوها شريوها بعينكم مغمضين، انا راه فابور ليكم ماشي حتى لشي ماركه، نتوما هما الاساس وهما اللي عزازين عندي وهما اللي ما يمكنش ليا انا نخذل الثقه ديالهم. المهم هذا المقشر من افغوشي، صراحه هذا المقشر هذا يعني ماشي واو، انا كتعجبني الماركه ديال افغوشي ولكن نتوما عزازين عليا اكثر، يعني ما يمكنش ليا غادي ندلكم واحد المنتج ما يكونش مفيد ليكم، راه مستحيل. هذا ما غينفعك ما غيضرك، غيعمل لك تقشير غيقشر لك الخلايا الميته ولكن ما غيكون فيه ما كاين لا ترطيب لا والو. المهم هذاك ما غاديش نعاود نشري، هذا ديال سكين كنشراه الزوج ديالي ما عرفتوش منين شراه بالضبط، المهم راه هي الماركه مكتوبه سكين، كان كيغسل بي وجهه حتى انا كنت كنغسل معاه وجهي، يعني هو كيغسل لك وجهك وصافي، يعني ما كيزعزعو ما كيحركو ما كيعطي لا ترطيب لا تيصفي لا حتى شي حاجه، يعني زيد ناقص بحال يعني كتحسي ما كيف عملتي كيف ما عملتي. حتى هو ما نعاودش نشري هذا المنتوج هذا، كنت دابا شي عام استعملته قلت لكم غنعاود نعمل لكم انا نشارك معكم النتيجه ديالو، يعني هو ماشي واو واو ولكن مزيان بالنسبه للبنات اللي شعره اللي عفوا وجههم دهني واللي عندهم حب شباب واللي عندهم لي بوانوا، هذا كيستعملوا ثلاث مرات في الاسبوع راه كي ما كيخليش البشره دهنيه بزاف وكيبدا ينقص من الحبوب وكينشفهم. وفي الاول راه الحبيبات غيرجعوا عندكم كحل ملي تستعملوه، يعني ماشي مشكل يغسلوا وجهكم زي راه كيلون الحبه وكتمشي كتموت. المهم هذا الاسم ديال الماركه ديالو غريبه، المهم تا هو كنشرا الزوج ديالي مستعملته معاه عجبني، الرائحه ديالو مزيونه كيعطيك واحد الريحه ديال الانتعاش وكيحفزك باش تعملي على الوجه ديالك وتخليه، يعني تي ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم ولكن ماشي واو، يعني الرائحه ديالو اللي عجبتني فهمتوني، كيقشر ايه ومقشر وصابون في نفس الوقت، حتى هو ما غنعاودش نشريه يعني، وما مي لا هكذا جابو شي مره الزوج ديالي ولا بعد مرات كيبقى يشري اي منتوج كيحط لي عينو ولا دايرين فيه ريكلام ولا كيجيبو فهمتوني. المهم انا عملته على الوجه ديالي غنخليه واحد خمسة ديال الدقائق عاد غنقوميه وكيخرج ديك الساعه الصابون. بالنسبه لهذا البنات من اوريفلام ديال ميلك اند هوني، لا لاحظتوا البنات انا شاركت معكم المقشرات اكثر اليوم، يعني تقريبا الاغلبيه مقشرات والغسول ديال الوجه، هذا البنات مزيون المناطق الحساسه قماج وغسول في نفس الوقت غزال، دابا باغا ان شاء الله نشري السيت ديالهم كامل ونعاود نعمل لكم ريفيو عليه ان شاء الله يا ربي الحبيب. وكذلك البنات يعني كاين واحد القماج اخر ديالهم ديال نوفاج، واحد البنت كانت قاتلي نعمل ريفيو على النوفاج. المهم البنات دابا غنعمل لكم ان شاء الله اي حاجه كطلبوها من عندي، باقي بزاف ديال المنتوجات اللي عندي دابا شاركت معكم واحد الكم اللي هو قليل. بالنسبه لهاد المنتوجات اللي عجبكم خذوا، اللي ما عجبكمش ما تاخذوش، يعني غنشارك معكم تجربتي الشخصيه وصافي. المهم بزاف بزاف ديال المنتوجات اخرين اللي ما غنعاودش نستعملهم نهائيا، غير ما كنتش موجده ما كنتش مفكره كاع بانني غنوريكم هذا الشيء هذا نهائيا، يعني جا اما راه بزاف ديال المنتجات اللي عندي اللي ما غاديش نعاود نستعملها كاع وكاينه فيهم اللي غنعاود نستعملها. المهم غنمشي دابا غنقوم الوجه ديالي وغندوز غادي نعمل الماسك معكم، فهمتوا البنات هذا ما غاديش نعاود نستعملو، يعني هو قماج نقدروا نعملوه حتى في البيت، يعني كاينين بعض الحاجات اللي نقدروا نستعملوه حتى في البيت عاديين. هو الرائحه ديالو مزيونه، فيه ديك الريحه ديال ليتشين اللي انا كتعجبني اللي هو رائحه البرتقال،
شو قوماج وصابون في نفس الوقت. البنات انا من النوع اللي كنقومي وجهي بزاف، راكم لاحظتوا كنقومي يعني كنقشر وجهي بزاف. بالنسبه للبشره ديالي حساسه، لا جوج المرات في الاسبوع ما تفوتيهاش نهائيا. انا في هذا الوقت ديال البرد هذا علاش كنقشره، كتوصل واحد المده، راني كنعملها معكم دائما في القناه، فنقول لكم ستوب، ما تبقاوش دابا تقشروا وجهكم بزاف، يعني تزولوا الخلايا الميته. ملي كيبدا يدخل الفصل الرابع صافي كنوقفوا باش قبل باش كتجينا ديك الجلده كتقوى لينا الجلده، وكنستحملوا العلامات ديال الشمس وديك الشيء اللي كيخرجوا لنا في الوجه ديالنا. دونك المهم هانتوما معايا، راه باقي شلا ما يداروش لا ما يتقالوش لا ما استفادوا بزاف ديال الحاجات. المهم غنمشي نغسلو وغنعمل الماسك للوجه ديالي، وهانتوما معايا. المهم الحبايب ديالي، من بعد ما غسلت الوجه ديالي ناض الوليدات، ناض الزوج ديالي، دابا كنعدل لهم في الفطور ديالهم، وما انا فطرت باقي كنحس صراحه بالشبع، باقي كنحس شبعانه. المهم عدلت لهم الفطور ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نفطرهم وغادي ان شاء الله نجمع الطبله ديالي وديكشي، وغنبدا الروتين ديالي اخر. غنعمل واحد الماسك غزيول غزيول للبشره، غنشاركوا معكم في التتمه ديال هذا الفيديو. هذا انا قسمته على جوج باش ما يجيكمش طويل بزاف. المهم الشاي ضروري وموجود، واخا دابا ما عملتش الشاي الاخضر، يعني ما فيهش الكشاكش كشكوشه يا لاله، ما كايناش بزاف. المهم عملت غير اتاي لي بطون العادي البنات بالنعناع، حتى هو درت فيه النعناع، واخا هذا ماشي الوقت ديال النعناع، ولكن تتعجبني ديك الريحه ديال النعناع. وهنا الوليدات انا غنشرب غير اتاي معاهم، وهكذا كنقابلهم في الفطور. المهم بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوني كيفاش الفيفي تنظمي الوقت ديالك البنات وكتعملي وصفات والخدمه وبزاف، ها كيفاش البنات كنوض كنبدا بوجهي ولا شعري هو الاول وكنكمل الروتين ديالي.